بون بارابور للاجواء اللي عندنا في المنتخب بين اللاعبين، عندنا اجواء عائليه كما قلت من قبل. الحمد لله دربنا مليح، عندنا كل لوازم التحضيريه في سيدي موسى، سواء الملعب ولا الاكل ولا الفندق ولا وسائل الاسترجاع. دونك الحمد لله اجواء مميزه، وخاصه ان الشان هذه راه تلعب في بلادنا، فخورين فرحانين و سورتو اني تري فيير كو لاجيري تحد تنظم الشان هذه. ان شاء الله تكون شان فاعل خير لنا. جزائر تيب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.